لما اتكلمت امبارح وقلت وقارنت بين الجيل ده والاجيال اللي موجوده قبل كده وقارنت بين اللي يستحق انه الجيل ده يوصل له وبين الانجازات اللي حققها اجيال سابقه وقلت انه واحده من اهم عناصر تميز المنتخب المصري في السنوات اللي توهج وتالق فيها كان بقى مع كابتن جوهري في, 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 ايطاليا 90 في بوركينا فاسو 98 او مع كابتن حسن شحاته 6 و8 و10 انا بتهيألي واعتقد كتير من الخبراء يتفقوا معايا في ده الروح الروح اللي كانت موجوده في منتخب مصر، الغيره على تيشيرت منتخب مصر، الشرف اللي حاسس بيه كل لعيب شايل اسم مصر. ما تقنعنيش انه الامكانيات والفوارق اللي بيننا وبين منتخب زي البرازيل دابت في مباراه من 90 دقيقة لولا حالة الروح والغيره والقتال اللي كان موجود والاحساس بالمسؤولية اللي عند اللعيبة. ما تقنعنيش انك وانت بتلعب ايطاليا تاتا تات وبتكسب ايطاليا واحد صفر انه الفوارق الفنيه والامكانيات والتكتيك اللي بتلعب بيه منتخب ايطاليا داب وراح واتلغى في مباراه مدتها 90 دقيقه الا لو ما كانش فيه روح عند المصريين، الروح اللي انا نفسي اشوفها بترجع، ما عنديش شك في امكانيه اللعيبه وكل ثقه شايف ان الراجل كيروش عنده الحقيقة سي محترم جدا ويصلح جدا انه يقود منتخب مصر للوصول لكاس العالم، لكن المقدمات ما تطمنش عشان كده بنتكلم عشان نحاول نهايلايت او نسلط الضوء على الاخطاء ونحاول نصلح لان عندنا فرصه والراجل يمكن يتكلم على ده في المؤتمر الصحفي يعني يتكلم على منتخب مصر واللي جاي مع واحد من, من نجوم الكره المصريه ونجوم النادي الاهلي كابتن رمضان السيد ضيفنا النهارده في السادسه مساء الخير كابتن رمضان مساء الخير يا ابو حميد نور الدنيا ربنا يخليك انت المنور يا ابو حميد اخد تعليق بدايتها كده كابتن رمضان ايه الفروق اللي حسيتها ما بين مرحله كابتن حسام البدري وما بين تولي كيروش المسؤوليه لا طبعا منتخب مصر فرق في ايه؟ اعتقد ان ان الشكل اتغير الشكل اتغير اه طبعا بقى لينا الحقيقه هويه ولينا شكل في النواحي الدفاعيه وفي النواحي الهجوميه في مباراتين ليبيا تمام مباراتين ليبيا الحقيقه اتعملوا بشكل كويس قوي مباراتين ليبيا دول يتحسبوا الكابتن حسام البدري اكتر ما يتحسبوا الكيروش لا لانه الكيروش. اضاف لا اضاف شايف أضاف. انه في الوقت الصغير ده قدر آه في يحط في وقت 10 وقت ايام الحقيقه كان المده 10 ايام واضاف الحقيقه في الشكل طريقه اللعب وفي الشكل التكتيكي و... واضاف كمان الحقيقه عمر الحقيقه مرموش مرموش اعتقد ان هو يحسب له الحقيقه أوه. يعني والله يحسب. قلت قلنا للكابتن حسام على مرموش ده أوه. وقلنا على احمد حمدي على فكره وبقول تاني لكابتن ضيا وكابتن شوقي و... ومستر كيروش احمد حمدي يستحق ان يبقى في نظر عليه زي ما في اسماء كتير كمان عندنا في منتخب في الدوري المحلي احمد عبد القادر احمد رفعت يستحق يستحقوا طبعاً ان هم طبعاً احمد سمير يستحقوا ان هم طبعاً يبصوا طبعاً عليهم طبعا فالحقيقه هو اضاف يعني وعمل الحقيقه مباراتين ليبيا بشكل طبعا هايل الحقيقه آه يمكن طبعا في 40 دقيقه في مباراه الامس الحقيقه اعتقد ان المباراه يعني أسوأ 40 دقيقة من فترة كبيرة جدا لمنتخب مصر لأن يعني كل حاجة كان فيها غلط الحقيقة، أولًا أنت يعني حتة إن أنت بتدي لمحمد شريف كجناح أنا في رأيي صعبة جدا، مم. إن أنت تلعب بعمرو السولية والنني الاثنين المفروض ثمانية آه. أنت نص ملعب بتاعك كان متاخد طوال الأربعين 40 دقيقة آه. دي ينزل. ما ظبطش لما حمدي نزل ما ظبطش إلا لما حمدي طبعًا فتحي نزل زائد ان هو كمان في خطا كمان فني ان هو لعب زون نص ملعب بدون اي رقابه، ما حدش بيراقب حد ولا ضغط، يعني انت المفروض هتلعب زون نص ملعب ماشي كويس قوي، بس اي حد بيخش نص ملعبك بيبقى في رقابه وتنافس الضغط عشان تستخلص الكرة احنا كان بتعمل علينا زياده عدديه في على على اكرم توفيق طوال 40 دقيقة في 2 على واحد على طول وزيادة عددية على ابو الفتوح لإن محمد شريف مش هينزل يعمل الواجب الدفاعي في المكان مثلا يعمل مسانده دفاعيه مع أبو الفتوح ولا محمد صلاح أساسا، انت بتديله الواجب الهجومي وبتشغل محمد صلاح في الثلث نص ملعب الفرقه الثانيه. طيب بمناسبه كلامنا عن ماتش أنجولا م. وعلى ماتش الجابون طبعا اللي هتكلم مع حضرتك عليه م. يمكن مستر كيروش النهارده كان عامل مؤتمر صحفي في فندق مقر إقامه الفريق خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق مراسل قناه النادي الأهلي موجود هناك حضر المؤتمر هيكلمنا على طبعا اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي من تصريحات على لسان كيروش سواء فيما يتعلق بالتساؤلات المرتبطه بماتش انجولا او اللي جاي طبعا مع مباراه الجابون محمد مساء الخير مساء الخير الزميل العزيز احمد تحياتي ليك والكابتن رمضان السيد نجم مصر والنادي الاهلي وكل مشاهدي برنامج السادسه في كل مكان اهلا بيك يا محمد <applause> خلينا نتكلم او تستعرض معانا كده ومع مشاهدي ومتابعي السادسه اهم التصريحات اللي اتكلم فيها مستر كيروش فيما يتعلق بمباراه نبتدي مباراه انجولا في البداية يمكن مستر كيروش يعني نوه في بداية المؤتمر انه بكرة ان شاء الله يعني لضيق الوقت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة طبقا لبروتوكول الاتحاد الدولي ففضل انه يعمل مؤتمر النهارده بحيث ان هو يتكلم مع الصحافه والاعلام ويقول كل الكلام اللي هو عايز يقوله ويعني يفسح المجال امام الجميع ان اللي عايز يسال عن حاجه او عايز يكون ليه تعليق على حاجه يقولها يمكن الراجل اتكلم في الاول فضل قبل ما يتلقى اسئله ان هو يكون ليه بعض التصريحات يمكن عايز اقول لك لو هنقول عنوان كده زميلي احمد للمؤتمر النهارده ان مستر كيروش كررها اكتر من 10 مرات خلال المؤتمر الصحفي قال كاس العالم بالنسبه لمنتخب مصر في شهر مارس وليس في شهر ديسمبر زي بقى المنتخبات انا بالنسبه لي كاس العالم هو في مارس مش ديسمبر مش هنتظر ديسمبر بالعكس انا كاس العالم بالنسبه لي هو في شهر ديسمبر شهر مارس وده طبعا كنايه عن المباراه الفاصله ان شاء الله اللي هتوصلنا باذن الله لكاس العالم يمكن كان في البدايه اتكلم قال طبعا احنا يعني كان بدايه العمل بدوري المجموعات ونجحنا في هدفنا وان احنا صعدنا للمرحله الثانيه من التصفيات والمرحله الاخيره قال ولكن شغلنا ما انتهاش عند كده في هدف اكبر وهو الوصول لكاس العالم نفسه وانا بالنسبه لي التركيز كله وكاس العالم بالنسبه لي هو في مباراتي مارس الذهاب والعوده في المباراه الفاصله انا مش هنتظر لدسامر وكان المثال كده بسيط قال انا مش مش هقعد على ترابيزه الطعام واستنى الطعام لازم الطعام يكون متحضر الاول وان لو قعدت على الترابيزه منتظر الطعام وهو مش موجود فما فيش فائده انا اهم حاجه عندي دلوقتي هو احضار الطعام نفسه قبل ما يعني اجلس على المقعد الخاص بيه على ترابيزه الطعام وهو يقصد بكده كاس العالم قال احنا لازم احنا اللي نروح كاس العالم ما ننتظرش لما كاس العالم في ديسمبر يبدا ومصر مش موجوده فيه <applause> اتكلم كمان عن حلم الوصول قال انا دي ده حلم بالنسبه لي شخصي زي ما هو حلم لكل المصريين انا وصلت قبل كده اربع مرات وباحنا من نوصل المره الخامسه مع مصر واعتقد ده حلم مشروع جدا لكل المصريين وكل الناس اللي بتقابلني او ردود الافعال ان الناس كلها مصممه انها تروح كاس العالم قالوا اعتقد ان مصر تستحق اكثر من كده وجمهور مصر يستحق وه... وهذه المجموعه من اللاعبين كمان تستحق انها تكون موجوده ان شاء الله في كاس العالم العام المقبل كمان قال يعني انا محتاج توليفه من ثلاث عناصر انا شغال عليها واول عنصر فيهم هو اللاعبين انا محتاج اشتغل على مجموعه اللاعبين وانا مش قلقان من عنصر اللاعبين بالذات قال ان مصر لديها خيارات كثيره في هذا العنصر وفي لاعبين كتير لديهم الخبرات ولديهم الروح وقال ان ده لمسته في اللاعبين واول ناس بهنيهم بالصعود للمرحله التانية هم اللاعبين لان شفت منهم اخلاص وجهد وعرق في الملعب يخلون فعلا يستحقوا وكمان منتخب مصر وجمهور مصر يستحق ان هو موجود يكون موجود في كاس العالم قال ثاني عنصر طبعا محتاج له في التوليفه اللي انا هوصل بها هو التحضير قال لازم نكون كلنا في فاهمين ان كاس العالم ده بيجي مره كل اربع سنين ما بيجيش مره كل سنه ولا مره كل سنتين هي مره واحده كل اربع سنين لازم اللاعبين والمسؤولين كلهم يفهموا ان دي فرصه واحده كل اربع سنين لازم كلنا نشتغل عليها عشان نحقق الهدف ونوصل لكاس العالم الاهم عنصر واخر عنصر ان احنا نكمل شغل قالوا بالنسبه لتكمله الشغل هو العمل على عقليه اللاعبين قال انا عاوز احول عقليه اللاعبين للفوز وليس اي شيء ثاني غير الفوز، قال انا عاوز اوصل لغايه لما اوصل شهر مارس يكون منتخب مصر هو الاول افريقيا، قال مش هقدر اوصل ولا احقق هدفي واكون بباري يعني العب قدام كبار العالم وموجود في كاس العالم قبل ما مصر تكون حققت الهدف الاهم وانها تكون رقم واحد في افريقيا، قال بعد ما يكون رقم واحد في افريقيا هقدر العب مع كل المنتخبات وانافس كل المنتخبات المانيا فرنسا ايطاليا، مش هقدر اعمل دوت غير وانا رقم واحد في افريقيا واهم حاجه فاز الجزئيه ان انا اشتغل على عقليه اللاعبين. اتكلم كمان ان قال ان مفيش حاجه اسمها فوز بالسمعه ولا التاريخ قال احنا اخر مره خدنا كاس امم افريقيا كان من عشر سنين ده مش اللي هيخلينا نكسب الحاجه الوحيده اللي هتخلينا نكسب ان احنا نشتغل نعد نحضر نذاكر الفرق اللي قدامنا نكون افضل من الفريق اللي قدامنا عشان نقدر نحقق الفوز عليه كمان اتكلم قال ان يعني خبراتي في كاس العالم هي اللي خلتنا اقول كل الكلام دوت من خلال خبراتي في سواء في يعني في التصفيات او كمان في كاس العالم هي اللي خلتنا نوصل للنتائج دي وانا مصمم ان شاء الله على حلمي وحلم جمهور مصر ان احنا نكون مع بعض في كاس العالم للمره الخامسه في تاريخه والمره الرابعه في تاريخ مصر كمان بقى يمكن تم توجيه اسئله يعني اول سؤال كان انت ضاغط نفسك ومتحمل مسؤوليه بشكل كبير جدا خاصه في الكلام عن مباراه مارس قال لو بطلت اتحمل مسؤوليه ولو بطلت اعمل تحديات لنفسي يبقى لازم امشي مم. قال اليوم اللي هبطل فيه ان انا اضغط نفسي واتحمل المسؤوليه لازم امشي على طول من المنتخب قالوا بعدين انا بتكلم الكلام دوت قال لي عايز اصحصح كل يعني بنفس اللفظ كده قال عايز اصحصح كل اللي حواليا اتحاد الكوره اللاعبين الجمهور الرعاة انا عاوز اصحصح كل الناس عشان الناس تدرك اهميه الوصول لكاس العالم لان ده حلم بيتحقق كل اربع سنين لكل منتخبات العالم كمان اتسال عن هيلعب مباراه الجابون ازاي يمكن ده كان سؤالك في الاول قال انا مباراه الجابون هي بالنسبه لي مباراه في تصفيات المؤهله لكاس العالم حتى لو كنت وصلت فانا المباراه دي مهمه جدا بالنسبه لي هلعب بالتشكيل طبعا سؤال على التشكيل وهل هيجرب لاعبين جداد قال انا هلعب بالتشكيل اللي اثق فيه ثقه عمياء انه هيحقق الفوز قال حتى لو ما كنتش عايز اغير فانا مضطر للتغيير خلال المباراه لان عندي لاعبين عبد الله السعيد هيغيب للإصابة احمد فتوح في نسبه كبيره جدا انه هيغيب الاصابه لسه هيتعمل له اختبار غدا كمان اتكلم عن ان اكرم توفيق معاه انذارين فمش هيقدر يكون موجود في المباراه كمان اتكلم عن نقطه عن نقطه مهمه جدا زميلي احمد ان في اكثر من لاعب في المنتخب حاصلين على انذار اول انا مش هقدر اجازف ولاعب لاعب يكون حاصل على انذار اول وانا الاهميه عندي انه يكون موجود معايا في مارس وبالطريقه دي المباراه اللي انا محتاجه فيها فعليا مش هكون مش هيكون متاح معايا طبعا لانه واخد انذارين فقال ده كمان كل ده هفكر فيه مع الجهاز المعاون قبل المباراه قبل ما اخد قراري بالتشكيل، قال لك اللي أنا عاوز اكد لكم ان كل اللاعبين هيبقوا كويسين انا واثق في كل المجموعه واحسن تشكيل او التشكيل اللي انا مطمئن انه هيحقق الفوز هو التشكيل اللي هيبدا المباراه. أي. كمان يمكن اتسال عن تفضل تلاعب منتخب مين في المباراه الفاصله اعتقد يعني كانت اجابته عبقريه جدا زميلي احمد قال انا عاوز لما اوصل لمارس ما افكرش انا هلاعب مين، انا عاوز يعني قبل ما اوصل لمارس كل منتخبات افريقيا التسعه الاخرى تكون تخشى انها تلاعب منتخب مصر انا مش هفكر ألعب مين انا عايز من هنا لحد مارس من خلال اعدادي وشغل مع لاعبتي كل المنتخبات التسعه تكون كارهه انها تواجه منتخب مصر وكلهم هم اللي عاملين لنا حساب وهم كلهم اللي خايفين يلعبوا منتخب مصر في مباراه البلاي اوف فانا ده اللي هدفي مش هدف لاعب مين الا لما اكون رقم واحد في افريقيا وافضل فريق في افريقيا كل الفرق هتخشاني وهتهبني مش العكس وانا مش صحيح. هكون في هذه الحاله فارق معايا انا بلاعب صحيح تصريحات محترمه جدا, جداً منتخب مصر وبالتاكيد فيها كتير من النقط اللي محتاجين نقف معاها، الراجل الحقيقه ويمكن اتفقت رؤيته وكلامه والنقاط اللي اتكلم فيها مع كل الكلام اللي احنا بقالنا يومين عشان ما بيقول بس ان احنا بنهاجم المنتخب المصري وبنكسر في المنتخب المصري، على العكس الراجل واضح رؤيته واضحه جدا ومتفق معانا في كل المبادئ والاهداف وده طبيعي جدا واعتقد ان فيش حاجه بتجمع كل المصريين بمختلف انتمائاتهم زي المنتخب المصري واطمن يا كيروس جماهير الكره المصريه مصحصحه جدا معاك عايزين اللعيبه تصحصح صح زي الجمهور وعايزين اتحاد الكره يصحصح زي الجمهور كلنا وراكم وكلنا بنستندكم وكلنا بندعمكم وهدفنا مش بس ان كان ليا ان انا اتكلم يعني مش بس الوصول لكاس العالم لا هدفنا ان احنا نقدم الكره المصريه في كاس العالم بشكل يليق بينا وبتاريخنا بشكرك طبعا محمد توفيق زميلي من المؤتمر الصحفي اللي عقد على هامش طبعا مباراتي انجولا والجابون كابتن رمضان اعتقد ان خط في منتهى الاهميه يهمني اسمع تعليق حضرتك بس عشان ناخد مساحتنا وناخد يعني وقتنا في الكلام اسمح لنا نروح لفاصل سريع واخير ونرجع لحضرتك مره ثانيه تابعنا مع حضراتكم طبعا تخطيط زميلنا محمد توفيق من مؤتمر الصحفي كارلوس كيروش راجل يعني خلينا الخص حضراتكم النقاط الاساسيه اللي اتكلم فيها الراجل اتكلم على الاهداف اتكلم على الاختيارات اتكلم على التحضير واتكلم على العقليه الخاصه باللاعب المصري نتكلم مع كابتن رمضان السيد طبعا برحب بيك مره ثانيه كابتن رمضان بدايه اجمالا كده شاف المؤتمر الصحفي والمحاور او النقاط الاساسيه اللي ركز عليها مستر كارلوس كيروش ازاي؟ يعني اعتقد ان هو اتكلم في في ثلاث اربع حاجات الحقيقه مهمين جدا. آه. يعني يمكن بس يمكن انا عاوز اعلق الحقيقه على حته الاختيارات لان الاختيارات دي انا بعتبرها يعني الاساس. تمام يعني من رقم واحد لرقم مليون. أنت جيت على الجرح يعني آه. هي نقطه مسار الجدل الحقيقي في, آه. في المنتخب المصري آه. اختيارات كارلوس الاختيارات الحقيقه أي. وانا يمكن برضه آه انا بواجه برضك الحقيقه رساله يا احمد الحقيقه للجهاز المعاون دي ومحمد شوقي. وعصام أيوة. الحضري مم. الجهاز المعاون لازم يبقى ليه دور يعني واضح ان الراجل شخصيته قويه بس هي يعني ماشي اه بس انا يعني اوصل اوصل مثلا في معلومه في الاختيارات آه. يعني انا النهارده لما اجي ضيا ومحمد شوقي عارفين ان محمد شريف لا يمكن هيدي لك في حته الجناح دي بالشكل اللي هو الحقيقه في الفورمه اللي هو عليها آه. لما لو لعبته مهاجم مم. ما لازم اتكلم معاه مم. في حته الاختيارات المباراتين ليبيا الحقيقه كان فيهم مشكله كبيره جدا استبعاد محمد شريف واستبعاد قفشه انا بس يعني انا نفسي هو حد يساله يقول له يعني الاستبعاد ده كان ليه؟ هو 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 فلسفته مش واضحه لغايه دلوقتي انا افترضت بعض الافتراضات هو آه. راجل يبدو انه عايز يوصل رساله انه انا صاحب الكلمه الاولى والاخيره ومن الوارث كمان انه يكون مقتنع مثلا بلعيبه زي شريف وقفشه في الماتش بتاع ماتشين ليبيا أو مجتمع مقتنع بلعيبه زي مثلا رمضان و... و... وأحمد سيد زيزو في, في ماتش أنجولا بس إيه بيضغط عليهم عشان ي... يستنفر اللي عن يطلع من عندهم يعني... الأفضل يعني. يعني الحقيقه الاختيارات دي حاجه مهمه جدا وكان في, ال... في التجمعين الحقيقه آه. التجمع الأولاني استبعد ولاني آه محمد شريف واستبعد قفشه والتجمع و... الثاني استبعد زيزو واستبعد رمضان صبح صبحي ورغم إن يعني أنت لما تيجي تحسبها وتيجي تعمل لها تقييم إن عمر مرموش كان مصاب. أوه. طب بالزبط. ما انت عندك بقى رمضان صبحي بيقوم بالدور دوت الحقيقه وال دقيقه اللي لعبهم رمضان صبحي في مباراه ليبيا كان كان منتج جدا أيب. احرز هدف واشتغل بشكل كويس قوي. وفي لعيبه حتى لو رجعت شويه عن مستواها يعني الاربع اسماء اللي قلتهم شريف قفشه رمضان احمد سيد زيزو لو حتى معاد لازم يبقوا موجودين لان دول هيكون ليهم اكيد دور اساسي مع المنتخب بالظبط لازم يبقوا حاضرين معاك بيشتغلوا معاك حتى لو قعدتهم على الدكه جنب منك بالظبط يعني فأنت... يعني ده مهم جدا ده دور من وجهه نظرك ده دور الجهاز المعاون انا في رايي دور مهم جدا للجهاز المعاون اه يعني هي يعني ما فيش حاجه اسمها دكتاتوريه في حته مدير فني ان انا رايي وبس ومش هاخد براي حد طب انت واخد معاك الجهاز المعاون ليه؟ اه ما هو انا الجهاز المعاون ده اسمه جهاز معاون هيعاونك في التغييرات هتستشيره في الاختيارات هتستشيره في ان انا في لعيبه مثلا انت مثلا حاططها في موظفه في مراكز لا ده مش مركز ده ما يقدرش يديني فيه الحاجات دي كلها لازم يعني مهمه جدا يعني انا انا في رايي ان احنا لو احنا عملنا ال 40 دقيقه دولت بتوع ماتش الانجولا في اي في المباراه اللي جايه اللي هي المباراه الفاصله اعتقد ان انت مش هتقدر ترجع للمباراه تاني طيب هو اتكلم اتكلم على المباراه الفاصله دي آه. يعني وكلم وخليني ابقى صريح مع حضرتك م. الناس حاطه ايديها على قلبها يعني م. الناس في مصر النهارده م. مش خايفين من كاس العرب ومش خايفين من بطوله افريقيا م. خايفين اكتر نحن من ما من الماتشات الماتشين بتوع مارس بالزبط. وهو اتكلم في ده النهارده بيقول لك انا عيني مش كاس العالم بالنسبه لي مش ديسمبر 22 كاس العالم بالنسبه لي مارس 22. صح. وده صح اه ده صح بس خليني اقول حاجه منتخب مصر بقاله كتير ما قابلش فريق من العار التقيل بالظبط وبالتالي الناس مش قادره تحط ايديها على المستوى اللي فيه المنتخب منتخب, منتخب يطمن ولا ما يطمنش لو وقعنا يعني في فرق في مواجهه فرقه من العار التقيل هنقدر ولا هنعاني وهي دي المشكله الكبيره الحقيقه أي. ان احنا لغايه دلوقتي ما فيش اطمئنان على الحاله الفنيه والبدنيه لمنتخب مصر والتجانس اللي يبقى مفروض موجود الحقيقه أوه. لان احنا برضه كل المباريات اللي احنا اديناها حتى مباراتين ليبيا اعتقد مستوى اقل يعني اقل هو بي... احنا تصفيات آه. افريقيا وتصفيات آه. كاس العالم ما آه. شفناش فيها فرقه, مفيش من فرقة, قوية. فرقة ما فيش قوي. فرقه قويه ما لعبناش ما قابلناش فرقه قويه فدي كمان مهمه جدا آه انت بتتكلم دلوقتي على الحقيقه مباراه المباراه الفاصله مباراه احنا هنلاعب مين او او هنقابل مين هو قال آه حاجه كويسه أوه. بس بشرط الحاجه اللي قالها دي ان هو ما يهمنيش اه يعني المفروض بقى ان انا ازاي هعد فرقتي وازاي اعد الم... ال... التيم بتاعي ل... لاي حد بقى جاي طيب. جاي لك سنغال بقى... جاي لك جزائر جاي لك دخلتني جايلك... دخلتني في الحته المهمه من هنا لمارس هل شايف انه الفرصه لمنتخب مصر كافيه ان انا اكون جاهز عشان اوصل لهدف هو قال لك انا عايز اوصل لمارس والتسعة اللي معايا يخافوا يلعبوا منتخب مصر طيب ده في فرصة وفي وقت كبير جدا 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 إن أنا أعد منتخب منتخب مصر بالشكل اللي يليق باسم منتخب مصر م. لأن إحنا لغاية دلوقتي بقى لنا فترة كبيرة جدا جدا الحقيقة لا ما فيش هو للشكل بتاعك إذا كنت أنت وأنت بتدافع وأنت بتهاجم وأنت بتقدم مبارياتك يعني ده مش موجود انت كنت بتتكلم الحقيقة في البداية مع كابتن جوهري في شكل طيب. مع الكابتن حسن, حسن, حسن شحاته أوه. 2006 و2008 و2010 الحقيقه حاجه يعني آه آه. يعني نتائج ايجابيه ومتعه ايوه طيب. انت يعني البرازيل وايطاليا بالظبط و... وبطولات افريقيا آه. بتلعب أفريقيا. مع غانا بره وفي أرضها آه. وبتاخد آه. 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 من الكاميرون آه. وبتاخد إحنا... من كوت ديفوار انت كنت نايم افريقيا من المغرب يا كابتن رمضان احنا كنا بنيجي نلاعب لما كنا هنيجي نلاعب كوت ديفوار كنا عاملين نحسب ايه ده احنا نلعبهم ازاي مع الكابتن حسن شحاته في 2008 دركبه والتيم بتاعه ده التيم اللي كان مكسر الدنيا قبل ما ما احنا لعبناهم يعني عملنا عليهم تفوق كبير صحيح. جدا 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 في كل مبارياتنا بقى لينا شكل زي ما بقول لك هو من هنا بقى لغايه مارس عنده الوقت انه هو اولا الاختيارات دي حاجه مهمه جدا ولازم زي ما قلت لك يبقى في بيسمع للجهاز المعاون هيعد بقى المنتخب الحقيقه لغايه مارس لغايه مارس ما هنقابل اي فرقه من الكبار من الفرقه الثقيله الحقيقه لازم نكون واصلين بقى الفورمه بدنيه وفورمه فنيه على مستوى عالي جدا على نفس المستوى الحقيقه اللي كان اللي كنا منتخب مصر عليه في 2006 2008 2010 ومع الكابتن جوهر نقف مع الاختيارات ونقف م. مع الاسماء بس خلينا نشوف كده هو الراجل يعني كان وزي ما قال في المؤتمر انه متوقع انه تشكيله المنتخب يبقى عليها تغييرات كثيره جدا في المباراه اللي جايه سواء لاراحه بعض اللاعبين سواء لاصابه بعض اللاعبين او لغيابهم بسبب الانذارات خلينا سالنا الناس كده توقعاتهم لشكل المنتخب في المباراه اللي جايه مم. تعال نستعرض مع حضرتك الاجابات مم. ونسمع مم. رايك كابتن رمضان ايه التشكيله والطريقه الامثل لمواجهه الجابون مباراه خاليه من الضغوط تشكيله على حسب ما بيقول عمر رضا ابو جبل حراسه المرمى ايمن اشرف محمود علاء وحجازي واكرم توفيق اكرم طبعا هيغيب أكرم لانه مغيب. اكرم عنده انذارين فبيقترح احمد فتحي اه النني وحمدي فتحي في نص الملعب وقدامهم قفشه وعلى اليمين هيبقى مصطفى فتحي وعلى الشمال مروان حمدي او لا عايز يلعب بشريف جناح اعتقد لأنه مروان صعب قوي يلعب جناح يعني هو عايز يلعب شريف في نفس المكان اللي بدا فيه مباراه انجول طبعا مشكله اه طب نروح لابو ل... ل... جبل وفتحي وعلاء وحجازي وايمن اشرف حمدي فتحي والنني في النص قفشه محمد شريف مصطفى فتحي مصطفى محمد نفس التشكيل ده من تاكي محمود عفيفي مباراه مباراه ليست لها اي قيمه المفروض يريح الاساسيين كلهم ويدي ناس تانية الفرصه طب نسمع راي كابتن رمضان ماتش الجابون مباراه خاليه من كل الضغوط انت بالزبط. ضمنت صداره المجموعه بتلعب مباراه على ارضك مع ضيف متوسط المستوى ازاي تستفيد بالتجربه دي وتطلع او تحقق الاهداف من وجهه نظر كابتن رمضان يعني انا مبدئيا حته التوظيف دي مهمه جدا انا النهارده يمكن في علامات استفهام الحقيقه فعدم استخدامه للأفشة يعني قفشه م... نكرر تاني قفشه الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه من أفضل اللعيبه اللي موجوده في المسابقه المح... في الدوري المحلي ومن أفضل اللعيبه اللي اتواجدت في بطوله الأنديه الأفريقيه مع النادي الأهلي و... وفي نفس الوقت اداؤه مع منتخب مصر كان ليه تواجد وكان منتج بشكل كبير جدا، مم. فطبعا أفشل ضروري جدا جدا ان هو يبقى ليه دور اساسي الحقيقه في المباراه اللي جايه ان شاء الله. محمد شريف لو هيوظفه في حته الجناح انا في رايي ده دي مشكله كبيره جدا، يعني يبقى احنا بقى يعني احنا مش معقوله مثلا في مباراه الانجولا نقعد 40 دقيقه لغايه ما نقرا ان احنا عندنا مشكله، مم. يعني انا في رايي ده كانت مشكله كبيره جدا لكروش نفسه، مم. انا ما ينفعش انا كمدير فني قاعد بتابع المباراه وبعدين اقعد 40 دقيقة لغاية ما اصلح. ايوه. انا 40 دقيقة دول دي كان دخل فينا جولين وكان ممكن يخش فينا جولين تاني. فلا. صحيح والله. اه أوه. يعني ما ينفعش فيه. ابدا يعني أيوة. أنا ده انا بالعكس ده انا في خلال 20 دقيقة انا شايف شكلي فرقتي كده في انهيار م. مش في مستوى قليل ولا سيء لا انهيار م. تام لازم اعمل تدخل كان لازم يعمل تدخل في نفس الوقت زي ما بقول لك انا النهارده محمد شريف لازم تستخدمه كمهاجم افضل مهاجم موجود في مصر. أيوه. ومش بالكلام لا ده أثبت كده في كل مبارياته اللي شارك فيها مع منتخب مصر في كل مبارياته اللي شارك فيها مع النادي الأهلي في كل مبارياته اللي شارك فيها حتى في الدوري المحلي صحيح. نفس الحكاية بالنسبة لو هو عاوز هيلعب باربعة ثلاثة ثلاثة ما فيش مشكلة يعني يلعب بحمدي و... 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 هو خلينا نتفق الأول هو أنت اللي أنت عايز له كابتن رمضان أنك أنت تعمل فرقة قويه آآ آآ يعني هجوميا منتخب مصر نادرا نادرا مع حتى المنتخبات اللي احنا واجهناها ما ظهر بالشكل الهجومي الشرس يعني استثناء مباراه ليبيا شويه مباراه على فترات على فترات لكن لكن الكره الكره الهجوميه الكره اللي, اللي تهاجم فيها اي منتخب انت عايز تواجهه انا ما شفتش ده في منتخب دم. مصر هل القماشه ما تسمحش بده يعني القماشه بتاعه اللعيبه ما تسمحش ان منتخب مصر يبقى شكله في شراسه هجوميه هل طريقه اللعب اللي احنا مختارينها لا تناسب انه انه منتخب مصر يبقى عنده شكل هجومي يعني ولا هي دي امكانياتنا وعلينا ان احنا نتعامل عليها أوه. على اساس حياه أنا, يعني. انا لسه بكلم يا احمد في ايه ان انا قعدت 40 دقيقه الحقيقه بلعب زون نص ملعب وفي نفس الوقت قلت لك ما مفيش رقابه ولا ضغط ولا اي حاجه خالص أي. انا النهارده عشان احط شكل ويبقى فيه الشكل الهجومي فيه شراسه وفيه ان انا محفظ بقى جمل في الاجناب ومحفظ جمل في العمق وأختارك ازاي والحاجات دي كلها والزيادات اللي هي من الباكين يعني احنا بردك الشوط الثاني الحقيقه شفنا اكرم يعني احرز هدف وكان ليه ضرب الجزاء الحقيقه كان ممكن ياخد ضربه جزاء وكان ليه تواجد في الثلث الهجومي نفس الحكايه ابو الفتوح لما لما انت امنت وسط ملعبك بقى حمد فتحي اديت حريه للاثنين الباكين بتوعك واديت حتى حريه انا في رايي كمان ان هو حمدي فتحي كان كلمه السر الحقيقه في في الشوط الثاني او في ان انت ترجع للمباراه لان حمدي فتحي لك المساحات اللي هي كانت فاضيه واللي انت كان بيضربونا فيها وكان بيعملوا زياده عدديه علينا عملوا زياده عدديه على اكرم في الاربعين 40 دقيقة وراحوا راحوا بشكل طبعا فيه كثافة وعملوا زيادة عددية على ابو الفتوح وفي نفس الوقت انت الاثنين اللي هم الديفندر بتوعك لا ما عندهمش ما فيهمش واحد اللي هو بيستخلص اللي هو فيه قوة في الالتحامات وان هو بيجيب يعني يعني طارق الحقيقة الديفندر الزمالك طريق حامد طريق حامد الحقيقه آه. انا في رايي ان هو برضه رقم ستة مم. يعني رقم ستة اللي بيستخلص فيه قوه وحاجه موجوده طبعا يبقى يعني موجود لان آه. انت هتروح لمباراه قويه جدا أي. وهتروح لمستوى اعلى الم... وخصوصا يعني المباراه اللي احنا لازم نركز فيها احنا مش عاوزين نركز احنا هنلعب بكاس العالم ازاي ولا احنا لسه ما وصلناش احنا نركز الاول في المباراه اللي هي توصلنا كاس العالم اه برضه انت بتتكلم في مثلا صلاح مع صلاح اللي هو افضل لعيب في العالم حاليا دلوقتي في الوقت الحالي انت بتشوفه ازاي بيلعب في ليفربول الريتم السريع والربط اللي معاه رتم سريع جدا يعني احنا احنا مثلا انت الكره بتوصل لصلاح ممكن مثلا ايه المفروض في, في ليفربول بتوصل مثلا ايه تعدي مثلا ثلاثة اربع ثواني خمس ما فيش ما بيزيدش عن كده يا دوبك لمسه ولعبه وهو بيتحرك في المساحه الفاضيه بتتحط له، احنا لا، احنا مش رابطين مع صلاح وعاوزين من صلاح ان هو يبقى نفس الاداء بتاع ليفربول، طب ازاي؟ انا عندي احسن افضل لعيب في العالم انا لازم اربط معاه، النهارده انت عندك الحته الشمال اللي فيها عمر مرموش واللي فيها الحقيقه رمضان صبحي، عندك زيزو يبقى موجود، لازم يبقى عندك قوه، عندك محمد شريف اللي لازم يبقى موجود بصفه اساسيه ويبقى مع مصطفى محمد معاه التشكيل الامثل من وجهه نظر كابتن رمضان لمنتخب مصر ما تقولي كده الطريقه والتشكيل يعني حط لي 22 لعيب رقم واحد ورقم اثنين من وجهه نظرك في منتخب مصر يعني انا انا بقول مثلا انت لو بتتكلم اكرم توفيق وبتتكلم في مين مين في نفس مركز احمد يعني فتح احمد فتح احمد فتح احمد, أحمد فتح احمد نمره آه. اه طبعا آه. رقم اثنين لان احمد فتح بيمتلك خبرات كبيره جدا جدا آه. واحمد فتح من اللعيبه احمد المحفظ... فتحي ممكن يلعب معاك كاس عالم م... يعني يوصل لكاس عالم و... يل... يلعب. يلعب اه دلوقتي اصلا آه. حاليا ما, دلوقتي... ما على حد زي هاني او كريم فؤاد مثلا والله بص انا هقول حاجه انا انا هقول لك حاجه آه. انا في رايي ان كريم فؤاد لو خد في الباك رايت الباك اليمين اعتقد انه هيثبت وجوده بشكل كبير جدا 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 تمام. لان عنده عنده مميزات كتير قوي أيه. انا مرنته وقلت لك قبل كده يا احمد أيه. مع في النجوم لا كريم فؤاد في موقف واحد ضد واحد زي اكرم توفيق بالظبط دفاعيا أيه. النواحي الهجوميه عنده سرعه وبيدوس جد. في الحاجات في واحد, واحد كمان اه يعني عنده برضك الحاجات اللي هي إن نعمل مستندات في الناحيه الهجوميه وتعتمد عليه ك... أيه. كباك لا برضه نفس الحكايه يعني لازم ياخد و... وي 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 وياخد في مكانه بس تمام. يعني يمكن انا برضه طبعا هنحط هنحط آه. الثلاث اسماء دول اكرم واحمد فتحي وفي حجازي الحقيقه وفي الونش تمام وفي ايمن ايمن اشرف عايز رابع معاهم اعتقد يعني اعتقد محمود علاء بس يمكن محمود علاء يمكن الفتره ديت بس بعيد شويه عن مستواه لكن هو لو رجع لمستواه اعتقد بردك عنده خبرات في المكان دوت يبقى رابع رابع معاهم عندك في ناحيه الشمال طبعا ابو الفتوح أوه. وللاسف الشديد البديل اللي موجود اللي هو حطه معاه مش يعني انا مش شايف حد محمد حمدي يعني محمد حمدي بردك ما يعني أوه. آه الحقيقه برضو آه او كان عبد الشافي في المعسكر عبد الشافي عبد الشافي الامور بقت صعبه لانك انت بتتكلم على كاس عالم آه جاي. اللي جاي برضو الامور هتبقى صعبه م. يعني الحقيقه محمد حمدي انا في رايي ان هو عمل الحقيقه موسم او موسمين مع حسام حسن في في المصري كان من افضل الباكات الليفت اللي كانوا موجودين أي. لما راح برمز لا المستوى نزل شويه ده بقى لازم يتجهز لو انت عاوز تجهز كمان واحد مع ابو الفتوح يبقى لازم تجهز محمد حمد يبقى الاثنين دول إيه انت بتتكلم في ناس ناس بتروح بيراميدز كيرفا ينزل ولا آه لا ده حاجه غريبه جدا على فكره حاجه آه غريبه جدا آه آه انا بقول لك انا هو... بتكلم مساحه منتخب يعني شو بكلم آه انا بتكلم مش بتكلم انديه خالص آه آه انا بقول لك ان محمد حمدي كان مع آه حسام حسن في المصري كان من افضل الناس الموجودين تمام آه آه نص الملعب آه نص الملعب عندك النني وعندك الحقيقه آه آه حمدي فتحي وعندك سوليه وطارق حامد الاربعه دول قوة كبيرة جدا جدا بس ال اه طبعا في نص الملعب أيه. كانت عندك المهاجمين عندك الاثنين اللي تحب إنهم تشوفوا مع بعض دايما انت تلعب باثنين يعني دايما يعني او في اغلب الاوقات <applause> اه يعني مين الدويتو اللي يعجب كابتن رمضان يعني انا مش مش لو انا بتكلم على اداء كوره واداء آه فني واداء مهاري وحاجات كده هنتكلم على آه النني و.. و.. والسلية بس والسلية بس في مشكله في النني والسلية آه ان الاتنين رقم ثمانية الاتنين بيعملوا مساعدات هجوميه عايزين حد معاهم الحقيقه طارق او حمدي او حمدي وحمدي الحقيقه انا يعني في حاجه حمي آه السنادي اه يعني استوي آه ما آه شاء الله ربنا يحفظه يعني, انت يعني انت صراحه حياتي. مستر موسيمان الحقيقه عمل 3 4 3 آه ولما لعبوا مع الثلاثه يعني قفل قفل مساحات كثيره جدا عارفة جدا جدا مصطلح رومانت الميزان بالزبط. هو رومانت الميزان آه طبعاً, يعني بيخش آه طبعا يعني حتى في ماتش أنجولا لما آه نزل تحس ان المنتخب آه الملعب اتقفل وزن آه كده آه يعني الملعب اتقفل يعني اتقفل دفاعيا الملعب احنا كنا مفتوحين فتحه في الشوط الاولاني فتحه كبيره جدا حمدي حمدي فتحي لازم يبقى ليه دور كمان اساسي في منتخب مصر مم. لان طيب. قدامهم قدامهم طبعا انت عندك ناحيه اليمين انا في رايي يبقى في محمد صلاح وزيزو ناحيه اليمين يعني بس اهم حاجه الاختيارات ما تبقاش يعني انا انا وقت بشوف الاختيارات اقول عروستي يعني يعني يا جماعه الكرة سهله اه مش صعبه يعني مش من العمليه مش صعبه آآ آآ محمد صلاح وزيزو عندك قفشه وعبد و و الله أفشى يبقى لازم ليه دور اساسي وليه دور الله مهم جداً. صعب عليه كاس العالم انا بقى يعني انا أحترم انا بص... واقدر جدا تاريخ عبد الله السعيد وهو بالتاكيد واحد من اهم اللعيبه المميزه بس احنا بنتكلم انا في أنا, عالم انا بكلمك وعشرين. انا بكلمك كمان انا حاطط حط 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 حاجات أيوه. من عندي وحاطط حاجات ان كروش ده لا هيعمل كده ايوه هي هيختار كده بالشكل ده اه تمام اه يعني انا مش رايي مش رايك انت وحمد اه يعني انا لو لو اه هيبقى قفشه وعبد الله الصعيد وعمر مرموش ورمضان صبحي وتريزيجيه جاي كمان طبعا رجع رجعت مره طبعا, رجع طبعًا, طبعًا تريزيجيه تريزيجي طبعا هيبقى اضافه قويه جدا جدا أوه. جدا وفوق هيبقى المهاجم محمد شريف ومصطفى مصطفى محمد واحمد ياسر ريان واحمد ياسر ريان اه دول يعني اعتقد ده هيبقى عندك واحد ومركز واحد واثنين زي بعض بالظبط هو انا في ماتش زي الجابون ما احلمش كمشاهد يعني واحد من الجمهور أنا آه. مش يعني ما احلمش مثلا العب مثلا مثلا يعني ما بتكلم على الجابون مش بتكلم على ماتش بعد بكره بس يعني فرقه اقل فنيا من منتخب مصر ما ينفعش مثلا العب بصلاح وزيزو وقفشه ورمضان مثلا او مرموش وقدامهم محمد شريف طبعا طبعا ده انت ده انا اقول لك حاجه ده أنت لو أنت بتجرب يبقى عندك شراسة في الناحية الهجومية ده أنت لازم تجرب كده يعني إيه المشكلة أوه. أولا المباراة ما يعني إحنا مش محتاجينها في أي حاجة خالص, حاجة خالص بالعكس ده أنت حط شكل شكل بقى إن أنت تطبق فيه النواحي الهجومية زي ما قلت لك إحنا إحنا كنا يا جماعة إحنا لينا كان لينا شكل منتخب مصر العالم كله كان عارف مم. انت لما كنت بتلعب البرازيل كنت ندّ البرازيل أيه. لما كنت بتلعب أحلى ايطاليا أحلى كنت ندّ الايطاليا احلى سيبت إيطاليا إيطاليا الخمس صحيح اخد بالك 2008 احنا قدمنا كرة كرة عالمية أوه. يعني كرة اوروبية مش كرة هو افريقية هو احساسك انك تبقى نازل ما عندكش يعني انت كجمهور ما انتش خايف بالظبط يعني مستني المصريين يعملوا ايه آه. هو ده اللي انا نفسي اوصل له و... احنا خايفين حتى مع الصغيرين بالضبط. يعني خايفين في كل ماتش المنتخب ولازم بيلعب كمان توصل على قلبنا. لازم يا احمد توصل لعيبتك لكده يعني احنا احنا لعيبه منتخب مصر زي ما قلت لك ستة و8 و10 كانوا بينزلوا اي مباراه آه. بيلعبوا على المكسب طيب احنا سالنا برضو قصه انه يريح النني وصلاح في في الماتش اللي جاي ده كان تفكيره خصوصا ان هم عندهم ارتباطات مع انديتهم طبعا في بعد ما يرجعوا في انجلترا خلينا نشوف برضو راي الناس كابتن رمضان ونشوف برضو ونسمع منك لو لو النني وصلاح مم مم مش هيلعبوا الماتش اللي جاي التشكيل الامثل في ظل الغيابات بشكل عام من وجهه نظر كابتن رمضان اتمنى موافق يعني صابر وراضي كلنا صابرين وراضيين الحقيقه آه الحمد لله <applause> الحمد لله اتمنى انه الماتش تحصيل حاصل وهي فرصه لتجربه بعض البدلاء والوقوف على مستواهم زي الشحات شحات مش مع المنتخب لانه يستحق بما يقدمه مؤخرا واعتقد كمان مهند لاشين اه ده انت دخلت لعيبه مش موجوده في المعسكر طيب نروح لحد تاني رؤوف بيقول يريح صلاح وده طبيعي لكن اني إن يشارك عشان يستمر في التالق انه ما بيشاركش بصفه دايما مع الارسنال والمفروض السوليه بصراحه هو اللي يرتاح محمود ابراهيم كده كده ماتش تحصيل حاصل ماتش ملوش لازمه اهم حاجه الماتش الفيصل متفقين بس يعني ما احنا عندنا فرصه ومباراه رسميه والمنتخب في معسكر طيب عايزين نستفيد بده نعمل ايه؟ هو ده السؤال انا مع تفكير كيروش لازم يلعب اللعيبه اللي ما لعبتش وقفشه لازم ياخد فرصه مش بس قفشه اللي ياخد فرصه في لعيب كتيرة لعيبه كتيرة المفروض تاخد فرصه التشكيل الامثل من وجهه نظر كابتن رمضان في ماتش مصر وجابوهم بعد بكره يعني أنا أنا في رأيي إن هو محمد صلاح دايماً بيلعب على حتة السكور تمام لأن هو عاوز يزود السكور بتاعه مع منتخب مصر أوه. لأن يعني يمكن هو قرب إن هو يضرب لعيبة كتير جدا الحقيقة مم. فمحمد صلاح ياخد مفيش مشكلة مباراة خفيفة مش مباراة تقيلة يعني آه بتتكلم في من, من, من النني طبعا النني طبعا مش مجهد ممكن ياخد النني وحمدي تمام والسليه يعني اولا السليه ما شاء الله يعني عامل الحقيقه الموسم اللي فات او المواسم اللي فاتت السليه في نضوج يعني بشكل كبير جدا 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 يعني يبقى عجبك الثالث طبعا طبعا ده يعني ده ده بالعكس ده في ناس على مستوى العالم كله اتكلم على ديه طبعا طبعا هدف عالمي, عالمي عالمي فعلا طبعاً يعني فالسلية ممكن يريح ويبقى طبعاً يلعب النني وحمدي فتح وحمدي فتح فتح فتحي طبعا انت عندك احمد فتحي من تحت احمد فتحي وحجازي وايمن ايمن اشرف هو ايمن اشرف في اصابه ولا حاجه لا لا ايمن, أفرق يبقى أفرق أيمن سليم. اشرف يبقى ايمن اشرف وابو الفتوح تمام وهيبقى نني وحمدي محمد صلاح وقفشه وانا في رايي كمان ان يدي مصطفى مصطفى فتحي هو المباراه مش مش ثقيله يعني يدي مصطفى فتحي ويشوفه لان مصطفى فتحي الموسم اللي فات انا في رايي كان عامل موسم يعني ولا اروع مع سموحه كان من اللعيبه الكبار جدا جدا في المسابقه السنه اللي فاتت فياخد فرصه مع محمد شريف راس حربة مع محمد شريف راس آه. طيب آه. خلينا طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر وهنتابع خلينا نروح سريعا كابتن رمضان هنعرض على مجموعه من من الصور كده وحضرتك تبعت توجه رساله تحب تقول لهم ايه سريعا اول صوره معانا كروش الحقيقه انا بقول له ان اهم حاجه في المؤتمر الصحفي اللي, اللي انت قلتها الحقيقه الاختيارات الاختيارات مهمه جدا 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 وبقول له حته توظيف اللعيبه اعتقد ان انت لازم تدوس فيها بشكل كويس قوي وتركز فيها بشكل كويس قوي وتستعين بالجهاز المعاون. اسمع للجهاز الفني، آه. نروح للصوره اللي بعدها. بيتسو موسيماني. موسيماني الحقيقه يعني انا بقول ما شاء الله عامل ثلاث مباريات في بدايه المسابقه الموسم دوت يعني يمكن مدخل طريقه 3 4 3 ويمكن هو الحقيقه محفظها بشكل قوي جدا جدا جدا، كل واحد حافظ على فكره 3 4 3 في مدربين كتير حاولوا يطبقوها ما نجحوش زي ما هو نجح. طيب. هو الرساله اللي توجهها له الرساله, رمضان. الرسالة اللي بوجهها له بقول له ان انت يمكن كنت بعيد شويه عن الدور المصري، انت خلاص دخلت جوه الدور المصري وحفظته، اعتقد ان احنا جمهور النادي الاهلي واحنا محتاجين الدور السنه دي. نروح للصوره اللي بعدها. كابتن عصام عبد الفتاح. عصام عبد الفتاح اعتقد يعني انا ليا تحفظ على الحقيقه التصريح الحكم محمد عادل وفي نفس الوقت هو كان بيدافع عنه انا مش عارف بيدافع ليه يعني انت المفروض رئيس لجنه الحكام ده انت المفروض تاخد قرار مع الحكم الصوره اللي بعدها محمد الشناوي افضل افضل حارس في افريقيا الحقيقه وطبعا عودته يعني الحمد لله حاجه مطمئنه جدا حارس كبير طبعا احمد عبد القادر احمد عبد القادر لازم ياخد فرصه في النادي الاهلي ولازم ياخد فرصه في منتخب مصر من اللعيبه الحقيقه اللي بتصنع لك الفارق الصوره اللي معانا محمد محمود محمد محمود يعني انا انا برضو يعني لو انا هخاطب موسيماني تاني محمد محمود من اللعيبه الكبار قوي يعني يمكن ناس كتيره ما شافتوش لكن انا بقول ان هم من اللعيبه الكبار قوي تمام احمد دياب رئيس رابطه الانديه احمد دياب الحقيقه آه عملوا طفره الحقيقه في خلال النظام في الفتره اللي فاتت الجدول الحاجات دي كلها عاملين طفره كويسه أوي بس اهم حاجه يتساعدوا يعني كل التوفيق ليهم الحقيقه بدايات مبشره لبطوله نتمنى انها تبقى منتظمه ونتمنى فيها ان كل ما هو مرتبط بمعايير الحياديه والعداله في المنافسه يكون في افضل حالاته، كل التوفيق لحكامنا، كل التوفيق لربطة الانديه، نتمنى موسم يكون ناجح ان شاء الله. ان شاء الله. وفي النهايه الفايده تروح لو. وتصب المنتخب مصر باذن الله. اكيد. كلنا واقفين في ظهر المنتخب وكلنا نفسنا الحقيقه ونتمنى دايما دايما انه يظهر في افضل صوره ويقدم شخصيه حقيقيه، انا عن نفسي ونفسي اعود الاجيال اللي طالعه لسه بتتابع كوره وبتشجع منتخب انه الهدف مش ان احنا نوصل كاس العالم، الهدف ان احنا نظهر بشكل كويس. نعدي بقى التابوهات اللي اتعودنا عليها لسنين طويله ويروح المنتخب وليه لا ما نطمحش في ان احنا نتصدر مجموعه او نطلع مركز ثاني ونتاهل الدور اللي بعده ونحاول نعمل يعني زي ما الكاميرون والسنغال قدموا كوره طبعا مش اقل من السنغال ومش من الكاميرون طبعا ومن كوت طبعا مش اقل من المنتخبات دي بالتاكيد واولادنا الحقيقه يعني قماشتهم محترمه جدا نتمنى التوفيق لكارلوس كيروش بشكرك كابتن رمضان شرفتنا الله يخليك يا احمد السادسه ونتابع مع حضراتكم استعدادات المنتخب بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه تحياتي لكل الاهلاويه